السلام عليكم، ازيكم فنانين؟ عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده هنحل تالت اختبار للقدرات. فنون جميله، فنون جميله، فنون جميل، عماره، فنون تطبيقيه، وتربيه فنيه. المشكله بس متاخر عليكم في تنزيل الفيديو بسبب ان انا بعرف الامتحان متاخر، او على ان انا اقدر ان انا اوصل للامتحان متاخر. فبعد اذنكم الناس اللي تدخل الامتحان بعد الفيديو ده، يعني اتمنى بعد ما تخلصوا الامتحان وان شاء الله تنجحوا فيه، تطلعوا في نفس اليوم او في نفس الوقت او بعدها بشويه، تكتبوا لي الامتحان جالكم عباره عن ايه بالظبط، وتبع كليه ايه، علشان اقدر ان انا انزل للي بعدكم الفيديو يكون اسرع شويه. فيا ريت لو تساعدوهم احسن يعني. طيب بالنسبه لكليه فنون تطبيقيه، جالهم ان هم يرسموا عن ارشيف فيه كتب في غرفه، تمام، ارشيف او ارشيف قديم او حاجه زي كده، زي المكتبه اللي هي كانت موجوده احنا رسمناها في الفيديو اللي فات. بس المكتبه احنا رسمنا فيها في زي مقعد كده او حاجه ان الناس بتقعد عليها بتقرا. الارشيف مش هيكون في نفس الحاجه، هو بنفس الصفين بتوع الكتب، ونكتر فيهم الكتب مثلا، او نكترها او نحسس ان هي قديمه شويه او كده، مش هتظهر طبعا عشان هي بتكون ابيض واسود، بس نديها بالشكل ده. ده بالنسبه لكليه فنون تطبيقيه. جالهم عن التصميم الابتكاري عن اعلام معرض حلى فرعوني، ان احنا نرسم الحلى الفرعونيه، اي حاجه قديمه او اي حاجه فرعونيه احنا ممكن ان احنا نقدر ان احنا نرسمها. غالبا هي المشغولات اللي هي مشغولات يدويه او حاجه قديمه زي كده، بتكون بالذهب باللون الاصفر، فاحنا طبعا هنلون فيها، فمحتاجين فيها الالوان برضو، واللون الاصفر او اللون الذهبي هنستخدمه كتير مع كتر الالوان اللي موجوده. طبعا لو كتر الالوان موجوده ان انت بتستخدم علبه 12 لون او 24 او 48، كتر الالوان هتفرق معاك بقى في جزئيه زي كده، عشان انت هترسم كذا حاجه والدرجات بتاعتها بتكون يعني هتقرب كل الدرجات من بعض شويه. تمام، هي الصوره مش واضحه، ماشي تمام كده. طيب بالنسبه لكليه فنون عماره، جالهم ان هم يعملوا عن معمل داخل مدرسه او معمل بس. يعني انا قريت كومنت ان انت تعمل معمل، ترسم معمل منظور طبعا، او ان انت ترسم المعمل ده داخل مدرسه. فاحنا خلينا احنا نرسمه المعمل، معمل عادي بس كده من بره او حاجه، لان انت هتحط المعمل جوه مدرسه ازاي؟ يعني انت هتجيب جزء بس بسيط منه من بره، او هتعمل مثلا زي مبنى بتاع مدرسه وترسم الباب بتاع المعمل، والمعمل ظهر منه جزء بسيط فمش هيبان قوي. فخلينا احنا نرسم معمل افضل يعني. طيب طلب منهم ان هم يرسم شكل هندسي فيه ترابط وتداخل وتكرار. الصراحة السؤال ده اللي ما قدرتش ان اوصل ليه. طبعا هو اللي كاتب الكومنت او اللي شرح مثلا السؤال كاتب شكل هندسي ترابط تداخل تكرار، انا ما عرفتش اي حاجة عن السؤال ده، او ايه اللي المفروض ان انا اعمله لكم فيه. مثلا طالب مثلث، مربع، مستطيل، المكعب، الشكل الهرمي، الشكل المخروطي، فمش عايز ان انا اكرر لكم فيه كتير مثلا او حاجة كده شرحه في الفيديوهات السابقة او في الكورس بتاع القناة. بالنسبه للسؤال ده، فالصراحه السؤال بتاع فنون عماره، السؤال التاني اللي هو التشكيل الهندسي، انا مش واصل لي السؤال ان انا اعمله ازاي، او كل حاجه بتكون فيه، او ان انا ارسم الاشكال الهندسيه مثلا كلها مرصوصه جنب بعض او قريبين من بعض، اللي هي حاجه بسيطه اللي احنا متعودين عليه. فالسؤال الصراحه ده عشان ما جاليش، فمش هقدر ان انا احل السؤال ده. طيب بالنسبه لكليه التربيه الفنيه، جاء عن الحج، منظور حر عن الحج، وتصميم ابتكاري عن الحج. فانت السؤال ده انت بتاع طالب تربية فنية، انت داخل ضمن الامتحان ده بنسبة 100%، فالسؤال ده هيكون حلو جدا وسهل معانا، لان عن الحج هترسم ايه غير الكعبة؟ هترسم الكعبة في التعبير الفني، وهترسم الكعبة في التصميم الابتكاري. الموضوع هيكون سهل معاك جدا، وهوريك برضو التصميمين احنا هنعملهم ازاي. بالنسبة لكلية فنون جميلة، قسم فنون، طلب منهم منظور حر عن اطفال بيلعبوا. اطفال بيلعبوا، ما طلبش اطفال بيلعبوا ايه بالظبط. ممكن تعمل اطفال بيلعبوا في حديقة، اطفال بيلعبوا في بيلعبوا كرة قدم، بيلعبوا اي رياضة انت عايزها، بيلعبوا مع بعض او في البيت او في اي مكان، او تعمل اطفال بيلعبوا اطفال، ما ممكن اطفال في حضانة، محددش اطفال بسن معين يعني. فالحاجات دي كلها هتكون كويسة. فالسؤال الصراحة سهل وكويس، ممكن ان احنا نستنتج فيه او نحط فيه اشكال كتير وحاجات كتير، تمام، او ممكن ان احنا نحط اطفال في ملاهي او مكان بتاع العاب يعني. طيب الحاجة التانية، طلب تصميم عن البيئة. يعني انا برضو قعدت افهم السؤال ده شوية، طلب عن البيئة، او اللي كاتب الكومنت برضو كاتبه عن تصميم عن البيئة. هل هو عن البيئة او عن التلوث مثلا، او تلوث البيئة او كده؟ لا، هو مكتوب تصميم عن البيئة. فتصميم عن البيئة احنا رسمنا مثلا تصميم عن البيئة، بس اللي هو البيئة كانت اللي هو تلوث البيئة مثلا او حاجة، فخلينا نرسم عن البيئة اللي هو نرسم كرة قدم، الكرة بتاعت العالم يعني، اسمها ايه،
نرسم العالم، الكرة الأرضية، الكرة الأرضية أو كوكب الأرض نفسه، نرسمه ونلونه كله أخضر، اللي هو البيئة، إن هي بيئة كويسة مثلا، مش هنعمل فيها تلوث أو حاجة، هي بيئة كويسة، تمام. فاحنا خلينا مثلا نعمل في الحاجة دي، فاحنا كده مثلا خلصنا نظام الأسئلة هيكون عامل إزاي، والأسئلة اللي هنحلها معانا. طيب خلينا نقسم الصفحة نصين، بحيث إن احنا نرسم الجزء اللي فوق ونرسم الجزء اللي تحت، قسمناها مثلا نصين كده. هنرسم مثلا تشكيلين او شكلين مثلا او حاجه زي عن كده، او اديكم فكره مثلا عن كذا حاجه. طيب بالنسبه للنقطه مثلا، جاي معايا النقطه مثلا، عملت النقطه في النص كده، هبدا ان انا اخد الحدود بتاعه الشكل من هنا بتاعه المربع كلها كامله، بحيث كل حاجه تيجي معايا مثلا مظبوطه، يعني خدت كل النقط من كل اتجاه مثلا، او من الزاويه دي. طبعا اخفف ايدي او استخدم القلم الخفيف لو انتوا ايدكم تقيله شويه، قلم درجه خفيف، لكن انا بس برسم بيه بقلم تقيل عشان يكون واضح معانا. ابدا اعمل الحيطه اللي موجوده في النص دي، اكننا واقفين مثلا في زاويه، والجزء ده مثلا هو اللي ظهر، الحيطه اللي قدام بالظبط، احنا واقفين في الاتجاه اللي احنا هنا كده، في الجزء ده، الجزء اللي هنا. طيب كده الجزء اللي في النص ده ظهر معانا. طيب عملنا مثلا الجزئية دي، طيب من خلال النقطة دي أبدأ إن أنا أرسم بقى الأشكال مثلا اللي فوق اللي هتكون ظاهرة معايا، فأرسمها إزاي؟ هتيجي معايا من هنا مثلا، أطولها طبعا، دي الحيطة، فالأرشيف مثلا أو الجزء اللي اتحط فيه الكتب أو كده هيكون خارج زيادة عن الشكل نفسه، تمام. عملت مثلا تخطيط بالشكل ده، والخط ده كده هيتمسح، هيكون هو زائد عنه مثلا عن الشكل كده، حاجة بسيطة، تمام. هبدأ ان انا اطلع الجزء ده طالع لفوق مثلا، خلينا نوصل للنقطة دي. طيب خلينا نوصل دي كده بدي، اهي هي ماشية عليها بالظبط، فاحنا مش هنوصلها مثلا للسقف او حاجة، ممكن احنا نصورها حاجة بسيطة كده. فمن الجزء ده هبدأ اطلع كده، يبقى كده انا خفيت الحيطة التانية اللي هنا دي، بخففها مش بمسحها يعني، او لو هتظهر الشكل كله في الاخر لما نيجي نظلل عادي هيختفي معانا. طيب هنبدأ ان احنا نكمل، مثلا عملت الجزئية اللي فوق دي، ابدأ بقى من النقطة دي اخد خطوط ليها كده، اللي هو انا بعمل الحدود بتاعت الشكل نفسه، يعني فاهمين السمك بتاع المكتبة. تمام جاء الجزء ده معايا كده، دي طبعا بالطول، ويفضل ان تستخدموا مسطرة ارسطو، هتكون تظبط معاكم الخطوط بتاعت الطول والعرض والحاجات دي. طيب ابدا ان انا اخد اعمل لها اجزاء كده، مثلا خط، واكبر الخط برضو عشان نعمل السمك بتاع الجزء ده بيكبر معانا، هيبان كده المصحح ان انت فاهم. طيب نعمل صف تاني للكتب، صف كده، وخلينا نعمل له صف تاني فوقه حاجة بسيطة. السمك مثلا جاي معايا كده بالشكل ده كده بالظبط، الجزء اللي هنا ده الحيطة جاية معايا كده بنفس الشكل بنفس التشكيل، علشان برضو الشكل يبان معايا ازاي، والجزء ده جاي معايا كده عشان لو هنعمل كتب مثلا في الأجزاء دي. طيب ممكن احنا نقسم الشكل ده مثلا نصين، خلينا بس احط المسطرة مثلا كده مظبوطة، يعني ما بعديش على الخط، ونعمل السمك بتاع الشكل ده نفسه يجي معايا مثلا بالشكل ده. بدأت ان انا احدده، قسمت ده شكلين نصين مثلا كده، هبدأ اقسم نص تاني، كده عملت مثلا سمك للجزء ده والجزء ده. طيب ابدأ ان انا احط كتب هنا، الكتب مثلا هيكون ظاهر منها جزء، فالجزء ده مثلا ظاهر من بره، بس تظبطوها بقى زيادة عن كده، او كتب هي كده كده اصلا ايه ارشيف، فهي كتب قديمة في الاول وفي الاخر. يعني نبدأ ان احنا نكبر في الكتب، يعني شايفين كتب طالعة فوق زيادة، وكتب تبان صغيرة، وكتب تبان كبيرة، والحاجات دي كده هتتظلل، تمام. عملت مثلا الجزئية دي، هبدأ ان انا احدد عليها الكتب او اللي هي الحاجات اللي في الارشيف، الصراحه مش عارف اللي هو يتقال عليها ايه. هبدا اكمل بقى على نفس النظام ده كده،
كتب طويلة كتب قصيرة، والكتب في كتب طبعا تطول معانا عشان كل ما الجزء ده بيكبر بيبان معانا حجمه أكبر يعني شوية. ممكن هنصغر الكتب الأخيرة دي. تمام، هنعمل نظام الكتب ده بقى في كل مكان. تمام، هنعملها بالشكل ده، نفس ده كده بالظبط، هنحطه هنا وهنحطه هنا على حسب طبعا الحجم، هنا بيصغر وبيكبر واحدة واحدة بيجي معايا. تمام، بس عشان اختصارا بس مش أكتر يعني. طيب الجنب التاني هعمل نفس الحاجة، خدت نقطة مثلا هنا، ممكن نعمل اللي هو الأرشيف أقصر مثلا شوية أو حاجة، بس عشان الوقت الصراحة والحق أشرح لكم باقي الأجزاء بتاعة الفيديو. عملت الجزء اللي تحت، احنا طلعنا الجزء ده بره شوية كمان من الحيطة. يعني أعتقد احنا فهمنا الفكرة بتاعتها ماشية ازاي. هاخد ده كده بالطول ماشي معايا لحد هنا، لحد الجزء ده نفسه، فالجزء اللي هنا ده بيختفي. هبدأ ان انا امسح فيه واعمل خطين مثلا تاني هنا. عملت الجزء اللي تحت ده، حركت المسطرة حاجة بسيطة عشان اعمل السمك نفسه. هبدأ اقسمها بنفس التقسيمة بس تظبطوها اكتر يعني، متحركش المسطرة في الجزء ده. الجزء الاخير وصل معايا مثلا زي الجزء اللي تحت، اكمله على الشكل والتخطيط ده كده، وابدا ان انا امسح وازود واعمل الحاجات دي. اللي ممكن احنا نضيفه معانا تاني، الاضاءه، عامل لكم اسهل اضاءه ممكن احنا نعملها، ممكن نعمل اضاءه في السقف. من رايي اضاءه ثابته، وعملتها لكم في الفيديو اللي فات واللي قبله وكذا، اضاءه اضاءه اللي هي مربعه كده، دي جايه بزاويه، اللي هو كمان احنا هناخدها بزاويه كمان اهي. خلينا نمسح دي، مش عايز ان احنا نرسم حاجة حر، خليها كلها بالمسطرة. خلينا نرسمها مثلا في الزاوية دي. طيب واحدة في الجزء ده. طيب ونبدأ ان احنا نوصلهم ببعض كده، جت معايا مظبوطة. طيب نعمل واحدة في النص، طبعا انتوا في الورقة ما هيكونش فيه الجزء ده اللي هو مغطي صراحة شوية يعني، واللي في النص حجمها بيكون اكبر يعني. خلينا اقضي قصاد دي افضل، ونمسح الجزء الاخير اللي تحت. نفس الحاجة، نعمل نفس الاضاءة دي هنا كده. صغرها شوية حاجة بس بسيطة، وامشي على نفس الخط. ايه دي جت معايا مثلا اضاءة كده ومنورة مثلا وكل حاجة. الأرضية نسهل على نفسنا ونرسم نفس الأرضية بتاعت الفيديوهات اللي فاتت، اهي أرضية مخططة وأحلى أرضية. تمام، ابدا اقسمها كده واخد جزء جزء، مثلا يصغر، هو بادئ من بعيد كده فالحجم بتاع الحاجه يصغر، يبدا ان هو يكبر معايا واحده واحده، كبر في المسافه واحده واحده. هتلاحظوا ان الاجزاء دي بتبعد عننا، او احنا شايفين الشكل ده جاي من بعيد اهي، بس متقسمه معايا كده بنفس الشكل. ممكن ان انا ده نعتبره مثلا السيراميك او الارضيه، نلون لون ونسيب لون، نلون لون ونسيب لون، هتدي معايا انطباع حلو جدا جدا وبسيط. المكتبه دي هنبدا ان احنا نظللها، هنظلل الحيطه نديها درجه. عايزين تعملوا الباب هنا مفيش مشكله، عايزين تعملوا شباك مفيش مشكله، تحطوا تكييف هنا فوق كده هتبقى فكره حلوه. تبدأ يعني انتوا خدتوا الفكره نفسها ازاي، وتبداوا ان انتوا تظللوا الكتب، يعني الكتب دي نفسها تتظلل. المكتبه نديها درجه اغمق من الكتب عشان نقدر ان احنا نحط الكتب جواها، تكون درجه مثلا يعني ايه اللي هي الدرجه التقيله مثلا، وتظبطوا التظليل بتاعها. اعتقد كده الرسمه واتقفلت معاكم، واحلى ارشيف بالاضاءه يعني ارشيف نظيف كمان، الارشيف ده اللي هو محدش بينزل فيه او حاجه، بس ده بالاضاءات اللي فيه، بالشباك اللي انت هتحطه، بالارضيه، بالحاجات دي كلها. لا حاجه جميله جدا يعني، مش محتاج ان انت تزود اي حاجه تاني.
ده بالنسبة للأرشيف. السؤال التاني بتاع التطبيقية اللي طلبه إعلان معرض حلى فرعوني. بص، الحلى دي اللي هي ممكن نعمل سورة ذهب مراية عليها، يعني شفت الشكل كده قبل كده، يعني مراية عليها أبو الهول من فوق كده. هوريكم برضو الشكل نفسه أو التصميم. ممكن أوريكم تصميمات مثلا زيها، يعني أحاول أنا أجيب لكم أشكال. ممكن إحنا نعمل عقد، العقد ده بيتجاب كذا مرة، فالعقد ممكن إحنا نرسمها كتير، يعني ممكن إحنا نعتمد عليها أصلا. ممكن إحنا نرسم عين حورس برضو، بيكون لها سلاسل أو أشكال زي كده، فممكن إحنا نصمم عليها. نعتبر مثلا إحنا قفلنا الشكل ده كده أهو، درجة تقيلة. طيب خلينا إحنا نصمم تصميم، ممكن يا نعمله بالعرض يا نعمله بالطول. دي تظليل بالنسبة للعمارة، دي تظليل، دي هتكون بالألوان، ونستخدم ألوان بس بسيطة، يعني ما نكترش أوي في الألوان أو كده. خلينا في 12 لون بتكون كويسة جدا، وممكن كمان تكون بزيادة شوية. فنبدأ أول حاجة إن إحنا هنعمل الفكرة. الفكرة عندنا في الحلة، إحنا هنرسمها على الحجم ده. بيطلب منكم ترسموها على حجم أكبر. من رأيي ممكن إن إحنا نحط حاجة أساسية، هو طلب إعلان معرض حلى فرعوني، إعلان معرض. فإعلان معرض يعني نعمل إعلان زي بوستر مثلا، إعلان أو بوستر. إحنا ممكن نجيب ورقة خارجية الأول، ونحط التكوينات اللي احنا هرسمها دي بره. فشوف انا هرسم ايه الاول. فاحنا ممكن ان احنا نعمل الحاجة الاساسية، الحاجة اللي حجمها كبير في النص، فمن رأيي، ونحاول ان احنا نحط فيها تفاصيل طبعا يعني. فبما ان هي حاجة فرعونية، فالنسر وحاجة تبع مصر ممكن ان احنا نرسمهم مع بعض، هتكون فكرة حلوة. نرسم نسر مثلا، دي فكرة جت في دماغي، مش شرط انت ترسم زي بالظبط نفس الحاجة، هي قلب على بطة شوية، مش عارف النسر الصراحة هيكون تحت. ثواني، مش شرط نسر يعني بالتحديد اللي هو شكل او حاجة زي كده، حاجة اللي هو اقصد يعني ايه، عارفين الحاجة اللي هي زي، يعني مش عارف اسم الطار ايه بالظبط، بس اللي هو الحاجة الفرعونية دي مثلا، اللي هو كان بيكون طاير كده، طاير الجنب التاني، شايفين اللي هو شفته لو اسمه ايه، المتحف القومي للحضارة، اللي هو المتحف الجديد، في نفس الشكل ده كده بالظبط، نفس التصميم ده على كل العربيات اللي كانت بتنقل المومياوات. فاهو انا بعمل نفس التصميم بنفس كل حاجة، بس كان بيصغر مثلا من هنا واحدة واحدة. فممكن احنا نصغره مثلا، نازل الجزء ده كده بالزاوية دي، بيصغر واحدة واحدة، واقف كأنه مثلا ايه، نصب تذكاري، فالجزء اللي احنا بنوقفه مثلا على التمثال بالشكل ده، وده واصل بده كده. والله يعني يا فكرة مبتكرها دلوقتي، يعني جت معايا، بس الشكل اعتقد طلع الشكل كويس، يعني مش اوحش حاجة، يعني ايه مش اوحش حاجة، الشكل مناسب يعني كويس. طيب خلينا احنا نرسمه مثلا، بقفله زي شكل عقد، بما ان هي مثلا معرض لحلى او حاجه زي كده. تمام، الشكل ده مثلا، التصميم ده جه معايا لون ذهبي على دي الوان مثلا مختلف. ممكن احنا نرسم ايه هنا، اشكال فرعونيه. ايه الاشكال الفرعونيه اللي احنا ممكن ان احنا نرسمها؟ ممكن ان احنا نصمم على شكل مثلثات، اعتقد هتكون كويسه. نصمم الشكل ده كده على شكل مثلثات، بس تخططوها حلو، الفكره اللي هي كده ايه الحاجة دي تظبطوها اكتر من كده، يعني بعملها لكم بس كفكرة حاجة سريعة، مش نلحق نحل باقي الاسئلة. تمام، اعتقد والله فكرة كويسة، ممكن احنا نزود بيها، او ممكن الجزء ده كمان، او عشان حاسس ان الجزء ده مش افضل حاجة، ممكن احنا نكمله كده بالشكل ده، فيبقى معايا مثلا النسر، او الجزء مثلا اللي احنا عايزين نرسمه، او اللي هي الحاجة دي. هو متضايق اوي كده، احنا ملناش الجنب ده. طيب ممكن احنا نرسمه على الشكل ده، ممكن احنا نحطه ايه حلوة تاني، ممكن نعمل اسورة. تمام، هتكون فكرة كويسة جدا، يعني اسورة وتكون بالذهب،
بس نكبر حجمها ونحاول ان احنا نحط فيها تفاصيل. الصورة اعتقد بتاعت الملوك كان في جزء اللي هو بيكون مفتوح من تحت كده، ممكن نرسم زيها يعني، او الجزء ده مثلا وصل لحد فوق، بحيث الجزء اللي تحت ده هو الجزء اللي مفتوح اللي بيتلبس منه مثلا الاسورة او الحاجة اللي بتحط في الايد هنا كده بالظبط. اهم حاجة نضافة الورقة، اهم حاجة تخلي بالك منها اهو مثلا، وده طبعا تحط فيه الوان كتير جدا، يعني اعتبر ان احنا مثلا بنقسمه كده كذا تقسيمة، حاجة فرعونية، فممكن احنا نقسمها مثلا على الشكل ده، ممكن احنا نزود فيها يعني كنا بنرسم فيها اشكال او حاجة زي كده، ممكن نعمل جزء مثلا من رأيي اللي هي عارفين مثلا، ممكن نرسم فيها عين حورس، اعتقد حاجة دي حاسس ان هي بتدل كتير قوي على على ايه، على الحاجة الفرعونية يعني، او بحسها ان هي بتكون اقرب شوية، او ممكن هي عموما لو حطيت فيها اي شكل او حاجة يعني ايه هتكون حاجة كويسة. حابب نحط مراية بس برضو مش حاببها قوي، بس ده مثلا العنصر الاساسي، ممكن احنا نكمل في العنصر الاساسي ده الحلا مثلا، يعني اعتبر ده سلسلة، سلسلة مثلا بالشكل ده، اهي مثلا واقفة كده بالشكل ده، قفلتها مثلا من الشكل ده، والشكل ده ذهبي يعني عموما، عشان نبدأ ان احنا لما نيجي نلونه تكون مثلا بالشكل ده وتتلبس مثلا على الجزء اللي قدام. ممكن ان احنا بعيد عن ان احنا نرسم دي، فممكن ترسموا دي اصلا لوحدها. نعمل اشكال خارجة من الشكل ده كده اللي هي شكل دواير، اهي مثلا، وشكل برضو جاي من على الجنب من هنا. والله هي فكرة بس مش اكتر يعني، ف احنا ممكن ان احنا نعملها مثلا بالشكل ده بحيث ان احنا بنملى بيها الصفحة يعني، تمام. ممكن اللي هو طالما هو اعلان، فاعتقد احنا ممكن ان احنا نكتب عليه حاجة اعلان معرض حلا فرعوني، فاحنا ممكن نعمل ايه، حلا فرعونية. طب بما الجزء ده فاضي ممكن احنا نمسح دي، مش هتكون افضل حاجة يعني. حلا، معرض حلا فرعوني، او معرض للحلا الفرعوني، ماشي خلينا معرض. معرفش هو جابهم يكتبوا الكلمة ولا لا، عشان كده في مشكلة في حتة ان انا ايه الاقي الامتحان ده او حاجة. معرض للحلا الفرعوني، وهتكبروها اللي هو تعملوا الشكل ده بشكل كده، بتكبروا الحاجة يعني تعملوها بشكل أفضل يعني، تمام. طيب هنبدأ إن احنا نلونها. التلوين بتاعها ممكن احنا نجيب درجات كتير يعني، أنا حابب زي الألوان زي ما هتكون معاكم تبدأوا إن انتوا تلونوا عليها. نلون ده شكل مثلا شكل النسر مثلا أو حاجة زي كده لون ذهبي، ونمشي على الحدود اللي هي بالرصاص دي مثلا بالأسود، تمام، دي فكرة كويسة. ممكن الأجزاء اللي هنا دي نديها لون أحمر، عارفين الحاجات اللي هي بتدهن مثلا أو بيكون عليها طلاء أحمر، أو نديها لون أو حاجة، اعتقد دي هتكون كويسه. الشكل ده ممكن نديه لون ذهبي. اللون الاصفر ممكن يمشي معاه لون ايه مثلا في الخلفيه، اعتقد اللون الازرق بيكون ماشي معاه كويس جدا يعني. ممكن احنا نرسم فيه انواع حلة كتير واشكال كتير ممكن احنا نرسمها، بس اعتقد الشكل كده اعتقد بالنسبه لي انا كافي. ممكن احنا تزودوا حاجات كتير جدا من عندكم، انا بحاول اديكم الفكره بس وتبداوا ان انتوا تزودوها يعني، تعملوا سلاسل كتير، اي حاجه فرعونيه، او لو انتوا اكيد معديتوا في الاهرامات او اماكن او في الحسين او الحاجات دي هتلاقوا حاجات فرعونيه زي كده موجوده يعني، الحاجه اللي تيجي في خيالكم حاولوا انتوا ترسموها. الخلفيه اعتقد انها اديها لون ازرق افضل بالنسبه لي، ازرق مع اصفر اتنين ماشيين مع بعض حلو. هنا كده احمر، او ممكن نعمل يعني مثلا لو عملنا ده احمر كمان ممكن نعمل الكلمه بالاحمر، او ده لون برتقالي وده لون احمر، الاتنين ممكن يمشوا مع بعض حلوين جدا يعني. الاسوره دي هتكون باللون الذهبي مثلا، دي قلنا بذهبي برضو، او ممكن احنا نديها الوان مختلفه. اعتقد مش حابب ان احنا نزود يعني كل واحده كل لون، لا حابب التلاته يكون لون واحد، بحيث ان هما ايه بيجيبوا اشكال كلها مترابطه او اشكال كلها قريبه من بعض، تمام. طيب خلينا ندخل بقى، يعني اعتقد كده ان احنا خلصنا مثلا الشكل ده وشكل كويس، وتبداوا انتوا تلونوه يعني، اعطيتكم الفكره وانتوا تبداوا تلونوه، وخدوا راحتكم فيها. والارشيف هتكملوا الجزء التاني زي الجزء ده، والارضيه والحاجات دي كلها وبالتظليل، فاعتقد ده برضو كويس كده، انا اعطيتكم الفكره اللي انتوا تبداوا من عليها او تبداوا تفكروا في الامتحان ازاي.
فخلينا ندخل على امتحان عمارة. طيب خلينا ندخل على امتحان عمارة. مطلوب منهم ان هم يعملوا معمل داخل مدرسة. معمل داخل مدرسة، فاحنا خلينا نعمل معمل. معرفش السؤال برضو جه ازاي يعني، وده حاجة مش افضل حاجة. فخلينا نعمل معمل. المعمل ده في اشكال كتير جات للمعمل، فانتوا ممكن ترسموها. بما ان هم منظور برضو، او من ممكن نعمله من نقطة او من نقطتين يعني، اعتقد مطلبش من نقطة او من نقطتين، فاحنا ممكن احنا نحدده من عندنا. ممكن احدد نقطة مثلا، نقطة جانبية كده هنا مثلا في الجنب. خلينا نعملها اللي هو مكتبين او 3 مكاتب، وكل مكتب عليه حاجة، مش عارف اسمه مكتب بقى او هي، بس الحاجة اللي هو تسند عليها يعني. فخلينا نعمل النقطة هنا، تمام، او ممكن نخليها من فوق اكتر، اعتقد هتكون افضل يعني. خلينا من النقطة من فوق، ماشي. طيب النقطة من هنا، هنعمل مثلا مكتب هنا في الاول، مكتب مستقيم مثلا وكبير، تمام، مثلا بالشكل ده، والمكتب هنا كده اهو. بدأت النقطة زي ما هي ثابتة معايا، بما ان هو المعمل بعيد يعني شوية، فنبدأ ان احنا نوصله مثلا بالشكل ده. الاول احنا عايزين نعمل الجزء اللي هو اللي تحت الاول، طبعا كل الحاجات اللي ظاهرة ورا دي هتكون مختفية، ماشي. خلينا هنا كده افضل. طيب نفس النقطة دي كده، شوف بقى هتنزل معانا ازاي. اهي اعتقد انا طولت شوية المكتب ده، بس ما علينا يعني، كويس الى حد ما. اهو مثلا عملت نفس الشكل ده كده، حاسس ان هو كبير شوية قوي. بس ماشي حلو، ممكن احنا نمشي. نحط على ده مثلا اشكال زجاجية. انا حابب نرسم، خلينا الحاجات دي نرسمها بعدين، نرسم الحاجة الاساسية الاول. طيب بالنسبة لده هنا كده، ممكن نعمل معمل تاني صغنون كده هنا، او مش شرط صغير يعني، مستقيم مثلا، او هو المعمل الكبير اللي هتعمل عليه مثلا الحاجات اللي هي الكتير. خلينا نرسمه مثلا كده، الجزء ده ممكن احنا نجيبه من هنا افضل، اعتقد نصغره عشان ما يقربش اوي من المكتب ده. والجزء التاني برضو نفس الحاجة، تمام. ابدأ انزل الجزء ده لتحت كده، كل جزء اخد الخط بتاعه، الخطوط الزيادة دي نمسحها بعدين. طيب الجزء ده نوصله كده، تمام. ممكن ان احنا نكمل الجزئية دي كده، هتكون نازلة كده بس هيبان او ان هو جاي من بعيد، احنا عايزين ان احنا نرسمه يعني جاي كده بزاوية شوية. والله اعتقد ان لو رسمته منظور حر هيكون احلى من كده بكتير صراحة، ان هو يتظبط من هنا كده ودي تيجي بزاوية. نكبر الزاوية دي كده، انا بعتبر نفسي معاكم في الامتحان بالظبط، على نفس التصميم بنفس التفكير بنفس كل حاجة، وممكن ان احنا نغلط ونعدل عادي، تمام. اعتقد لا كده افضل بكتير يعني، يعني شايفين الشكل ده، خلينا بقى في الشكل التاني اللي احنا رسمناه. فرق او الشكل التاني ده افضل. مشكلة لما حد بقلم تقيل هيفضل معلم معانا يعني. خلينا مثلا في المعمل مثلا بالشكل ده، والجزء ده مثلا هنصغره كده شوية، تمام. عملناه مثلا بالشكل ده، صراحة المفروض كنت ارسم الصورة على شكل مصغر بره الاول، بس خلينا مثلا نكملها على الشكل ده. طيب انا حابب اعمل هنا كده بيكون اللي هو بشوف الصراحة يعني زي حنفية، ومش فاهم بتكون ليه يعني، ومتكونش شغالة دايما، نرسمها كده وفي حد قصادها.
عايزين نعمله اللي هو شكل دائري ماشي، عايزين نعمله اللي هو مستقيم كله زي شكل مربع كده ماشي برضو، الاتنين يمشوا معانا. طيب بالنسبة مثلا للشكل ده اهو بان معايا كمان ان هو نازل لتحت اكتر، والجزء اللي موجود في النص. طيب ممكن احنا نرسم تلسكوب، اعتقد هيكون كويس. ممكن احنا نطلعه مثلا لحد فوق كده التلسكوب مثلا، كنا راسمينه في السؤال بتاع اختبار ان احنا نعمل بوستر او تصميم ابتكاري للكيمياء، لكتاب الكيمياء. تمام، اهي مثلا جايه مثلا بصه مثلا، بص لها من فوق مثلا في الجزئيه دي كده. طيب ممكن احنا نعمل الزجاجة بقى، ده اكتر حاجة هنملى بها المعمل. فانت ممكن ترسموا اشكال كتير بقى وتخططوها، ويعني على مهلكم فيها ارسموها كده. نفس الحاجات دي ممكن احنا نرسمها هنا ونزودها اكتر وكده. التلسكوب ممكن احنا نعكسه، نرسمه بالعكس. هبدأ ازود بقى مش اكتر، يعني اشوف الحاجات اللي انا هبدأ ان انا اضيفها. ممكن نعمله بالشكل ده. الجزء اللي هنا ده ممكن احط كرسي، اعتقد برضو هيكون افضل. الكراسي اللي هي بتكون صغيرة دي هيملى معانا برضو في الشكل نفسه. طيب هبدأ ان انا اخططها، وبسبب ان انا عملت الشكل او التصميم مثلا قريب قوي بزيادة، مش اللي هو جاي ايه، جاي من قريب كده، ممكن اعمله زيه زي المكتبة اللي انا عملتها مثلا من شوية. صح، بديكم الفكرة بس، يعني ممكن تصمموا والتصميم افضل بكتير. كبرت الفرق ما بين كل مثلا جزئية والتانية، الأرضية يعني ممكن تكون مختلفة. تمام بالشكل ده كده. عايزين ان احنا نقسمها برضو عادي، بس اعتقد بالنسبة لي كده مريحة، يعني ممكن نكملها على الشكل ده. المعمل مش هيكون طويل قوي كده لجوه، ممكن نعمل حيطة هنا، اعتقد دي هتكون مناسبة جدا وهتخفي معانا مثلا ايه الجزء اللي هنا كده بالشكل ده. في دي مثلا جاية على الحيطة وخارجة براها بالشكل ده. الشكل اللي هنا ده احنا المفروض نعمل حيطة برضو، الجزء اللي هنا ده واصل كده حيطة واصلة مثلا للجزء اللي ورا. تمام، فبان معانا مثلا بالشكل ده، وفي جزء من هنا مثلا ان هما يجوا فيه. المحطوط على المعمل مثلا هنا ممكن احنا نحط ايه، في اشكال بقى ممكن احنا نحطها تاني، ممكن نحط كراسي مثلا هنا زيادة، ممكن نعمل دي دروج، اعتقد الدروج هتكون كويسة. ممكن اهو معمل، ممكن نحط فيه معمل تجارب اصلا، زي فور مثلا، بس اعتقد لا بلاش، يعني مش عايزين اشخاص ولا حيوانات. تمام، ممكن احنا نحط في ايه تاني، يعني وصلت لكم الفكرة يعني نفسها. يعني حابين ترسموا اشكال تاني مختلفة، في اشكال يعني اشكال كتير، ممكن نرسمه بنفس المكتب المكتبة او الارشيف اللي احنا رسمناه، بس نغير فيه حاجات بسيطة، زي مثلا الجزء اللي موجود في النص نحط عليه حاجات نفس الاشكال زي كده. تمام، وصلتكم الفكرة نفسها يعني. طب بالنسبة لسؤال الشكل الهندسي الترابط والتداخل والتكرار، هو السؤال ده مش موجود، بس برضو مش حابب ان انا اعده لكم كده بس عادي، ممكن اعمل لكم كتصميمات او حاجات سريعة تاخدوا منها فكرة بس. هل هو مثلا هيترسم كله كامل، مثلا ارسم اجزاء، يعني ممكن اقسمها لكم نصين بحيث ارسم لكم فكرتين للحاجة. طيب ممكن يجي يقول لي مثلا ارسم الاشكال الهندسية دي واحطهم جنب بعض مثلا، فأبسط حاجة مثلا ان احطهم جنب بعض، ادي مثلا مكعب اهو، والجزء حتى ده خفي خفي من ورا كده، ونجيب عليه الظل على حسب. ممكن نعمل شكل هرم هنا كده قدام اهو، ده كده فكرة التصميم، يعني ممكن نحط دايرة ورا. تمام، ممكن نحطه بقى قدام هنا كده نفسه، او مثلا ظهر في الجزء ده يعني مختفي من هنا، من هنا لا هيبان ان ده كامل للشكل ده.
ممكن احنا نزود بس نظبطوا الحاجات دي اكتر يعني باشكال هندسية او حاجة. نزود هنا مثلا مكعب، طيب ممكن احنا نحط في النص ما بينهم بقى هنا ايه شكل تاني، هو في تكرار طبعا يعني، فاحنا ممكن نرسم حاجة تاني، نرسم دايرة، بتساعد معانا الدايرة كتير الصراحة يعني، وبتفرق ايه مثلا هنا، نزود عليها اشكال تاني وحاجات زي كده هتكون اسهل بالنسبة لنا. حتة الحذف والتكرار او ان احنا نرسم الشكل مثلا بالحذف والتكرار على حسب جملنا، مثلا مربع ارسم لكم مكعب، اكتر حاجة بتيجي يعني والاغلبية مثلا اللي هي بتترسم. احنا ممكن نحفظ شكلين تلاتة كده ونبدأ ان احنا عشان ايه ندخلهم في بعض، طولها لكم كده شوية. طيب ممكن احنا نحط فيها شكل مخروطي، اهي مثلا الجزء ده طالع لفوق وباين مثلا ان هو لافف كده معانا، وابدأ ان انا ارسمه على التصميم او على الشكل ده، اهو جاي معايا كده بنفس الشكل وبنفس التصميم. طيب ما ترسموش بنفس السرعة يعني، اظبطوا ايدكم في الحاجة شوية. نفس الحاجة دي كده ممكن احنا ندخل فيها ممكن احنا ندخل ايه هنا يعني، اعتقد ممكن نحط دايرة او كورة مثلا في الشكل ده، ماشي خلينا نحطها في الشكل ده نفسه. ايه ماشي نظبطها كده طالعة اهي، دي لازقة في دي كمان. ممكن نغطي دي كده، ناخد جزء من دي كده ودي اللي مغطية الدايرة، مغطية مثلا على الشكل ده. ممكن نحط ايه تاني، شكل مكعب تاني هنا كده، اوكي كده في تكرار يعني هو طالبها. فانت تكون متعود ان انت ترسم الاشكال دي حاجات كتير. في الشكل الهرمي ممكن احنا ندخله برضو معاهم اللي هو الشكل ده، يعني الفكرة وصلت لك، انت تدخل حاجات ويدخلوا في بعض ويتاكل منها اجزاء او حاجات زي كده، تمام. فاحنا مثلا ايه خلصنا الجزئية دي يعني، حاولوا تبحثوا عنها اكتر يعني، فيها تفاصيل اكتر، بس لو عرفت السؤال كان جاي عن ايه اعمل لكم عنها برضو حاجات زي كده. طيب خلينا ندخل على، احنا خلصنا كده تطبيق فنون تطبيقية وخلصنا عمارة، حتة تربية فنية عن تعبير فني عن الحج وتصميم ابتكاري عن الحج. خلينا نرسم الصفحة نصين مثلا. بالنسبة للتصميم الابتكاري هعمل لكم حاجة سريعة جدا وحاجة حلوة، فكرة جت في دماغي يعني. ممكن احنا هو يكون بالطول عشان طبعا الكعبة بالطول، نخليها بالطول أفضل، نرسم الكعبة هنا ونرسمها هنا اهي مثلا بالشكل ده كده وابدأ ان انا اعمل مثلا الشكل ده كده، او فهمكم الفكرة اللي جاية في دماغي دلوقتي. والكعبة الجزء اللي هو متخطط هنا ده، والجزء اللي هنا بالمسطرة، كل الحاجات دي طبعا تعملوها. الباب اللي هنا بس بلاش ان احنا نرسمه، احنا مثلا ايه عايزين ايه، ماشي خلينا نرسمه، لا هو الجزء الاسود مثلا الجنب اللي هو مفهوش الباب. طيب جاي معايا بالشكل ده، طبعا هيقولك اكتب مثلا ايه كلمة عليها او حاجة، فمن رأيي مثلا لو او لو ما قالكش فانت ممكن تكتب ايه الف مبروك للحجاج، او انت بتعمل كده كده حاجة دعائية يعني، فانت انت تلونها طبعا. نعمل، انا حابب ان انا اكتب كلمة مثلا وشفتها قبل كده الصراحة، فالفكرة دي جاية في دماغي ان انا اعملها. وصلت لكم الحاجة، حط نقطة هنا، تمام. حج مبرور، نبدأ ان احنا نعملها بقى بس بشكل ايه لطيف كده شوية. ايه مش افضل حد يعمل الخط الصراحة، بس حاولت على قد ما اقدر يعني. تمام، اعتقد والله تصميم جميل جدا جدا وسهل وحلو. حرف الميم مثلا نحط التشكيلات بتاعتها، مش
مش عارف التشكيلات أوي هتكون ازاي يعني، بس اللي هو بيكون اشكال مثلا زي كده، جزء كده. لا هنا هو مفيش كسرة يعني تقريبا، ولا افضل حد في العربي خالص يعني. في ثانوية بقى انتوا اللي تعرفوا الحاجات دي، فهتظبطوها برضو بالشكل ده، هنلونها بالاسود، اللون الاصفر هنا اللي موجود الطبيعي. الكلمة دي شوفها تكتبها بلون ايه، اعتقد لون اصفر هيكون مناسب معاها، مع الخلفية لون ازرق اللي هي جاية في السما مثلا او حاجة زي كده. الخلفية لو اصفر تعمل الكلمة دي مثلا كتابة بالاخضر، هتكون حلوة برضو، دي فكرة هتكون كويسة. طيب بالنسبة بقى للتعبير الفني، اعتقد شايفين الفكرة جت ورسمناها بسرعة كده، وممكن نرسم كذا فكرة تاني. الكعبة هي هي، وتغيروا مثلا في التشكيل بتاعها او حاجة زي كده، او بتدعو الحاجة مثلا ان الناس تروح تحج او كده. طيب بالنسبة للكعبة ممكن احنا نرسمها في النص ونكبرها، ونكبرها بحيث ان احنا ايه نقلل الرسم علينا شوية، وكمان جاية مثلا نجيبها بزاوية على جنب بحيث ان يكون في حجاج هنا، ممكن نجيبها في النص عادي يعني مفيش مشكلة. هو الجزء ده طبعا احنا مظبطناش طبعا بالمسطرة، بس بص انت في فنون في تربية فنية تستخدم المسطرة، بس ما تبينش ان انت مستخدم المسطرة، يعني خطوط زي كده تعملها بالمسطرة، بس ما يبانش قوي ان انت ايه رسم بالمسطرة، اكنك عاملها بايدك كده رسم حر. تمام، اهي نفس الحاجة بعملها لكم بس كحاجة سريعة كده. طيب ايه اللي ممكن احنا نرسمه تاني اللي على الاشكال دي او كده؟ الجزء اللي ورا مثلا اللي هو بيكون فيه مكان مدخل او حاجة زي كده، بس هيبان حجمه اصغر. بالراحة بقى وارسموها كلها قد بعض وحجمها كويس. طيب ممكن احنا نقفلها كده ونعمل مثلا جزء فوق كده اللي هو ايه لف دايرة تاني. ونقفل الشكل نفسه من فوق مثلا، جاي معايا مثلا بالشكل ده. ممكن نرسم الباب هنا، هو بيكون فوق شوية يعني. تمام، طيب ممكن نرسم الحوض. طبعا تعبير فني فانت هتحتاج ترسم اشخاص يعني، فانت ممكن اسهل حاجة تعملها على نفسك ترسم اشخاص من ظهرهم، اللي هو الشخص، وطبعا الرجالة هتعمل لهم مثلا ايه الزي بتاعهم اللي هو لون ابيض، والجزء ده مثلا ايه مخفف او نازل مثلا منه جزء. مش هترسم شعر يعني، هتسهل عليك جدا جدا الحتة دي، فهتكون حلوة. مثلا الرجل هو ماسك بايده مثلا ايه اللبس من قدام، خلي دي مثلا ايه بص لو ظلتها كلها هتبان ان هو بص من ورا، والايده مثلا كده او حاجة زي كده وماشي. ممكن واحد ومعاه زوجته لابسة نقاب مثلا، اهو ماشيين مع بعض، ربنا يكتبها لنا يعني ان شاء الله كلنا. تمام، ماشي يعني، هو مش بيتمشوا يعني، هي باينة ان هي كده، احنا نكتر ناس تكتروا ناس اكتر فيبان معاكم الموضوع اللي هو ايه يعني بالظبط يعني، او حاجة زي كده. وطبعا اتعلمتوا رسم الاشخاص، فاعتقد السؤال ده اتحل معانا سهل، والافكار بتاعته سهلة، وكان اسهل امتحان يمكن شفته، فالفكرة بتاعته كويسة. خلينا ندخل على اخر حاجة، فنون جميلة قسم فنون. هم طلبوا عندهم ان هم يرسموا رسم حر، منظور حر عن اطفال بيلعبوا حضانة، في كرة قدم او ملاهي. فاللي جاي في بالي اطفال ممكن نودها في حديقة، او ممكن في اللي هو التصميم اللي كان موجود او معروف كتير ده اطفال اللي بتلعب كرة القدم، فاعتقد ده كان حلو جدا برضو، بس احنا ممكن ايه نجيب فكرة نبسطها عليكم. تمام، وتصميم على البيئة دي هوريكم برضو التصميم بتاعها ازاي عن الكرة الارضية يعني. طيب ممكن احنا نعمل الشكل ده ازاي؟ هنعمل اول حاجة الحديقة. الحديقة مثلا بيكون فيها اول حاجة نعمل جزء اخير كده يبان اللي هو ايه اخر الحديقة، ونشوف هنمسح منه اجزاء بعد كده. طيب هنعمل شجرة، اعتقد تاخد مننا جزء كبير جدا وحلو.
اهي شجرة هنا وشجرة هنا، خدت من هنا جزء كبير جدا، وحاجة حلوة من الرسمة. وبعدين انت بتعمل حاجة طبيعية على فكرة، يعني بص يعني اعمل حاجة تبان ان هي سهلة، بس كده كده وخدت منك من الرسمة، او حطيت انت فكرة او حاجة غصب عنه، لا الحاجة دي موجودة في كل مكان، يعني ما تأثرش او حاجة او كده. تمام. ممكن احنا نعمل ايه؟ في كراسي مثلا هنا، لو حابين احنا نعملها الكراسي اللي الناس تقعد عليها، بس هو كده بالنسبة لده رسم اشخاص، هيكون اطفال يعني، بس الاهالي اكيد قاعدين جنب ولادهم او كده. تمام، مثلا بالشكل ده، ونقعد عليها حد او حاجة. ممكن احنا نرسم بقى الالعاب اللي الاطفال هتلعب عليها. لو قربناها اكتر ممكن احنا نعمل حاجة قريبة من هنا، هنكبر بيها المساحة. اللعبة اللي هي بيطلعوا مثلا هنا كده على السلم، نخلي السلم خلفي كده. تمام، والجزئية دي نازلة مثلا، اهو نازل مثلا في الجزء ده. هترسم طفل نازل، طفل طبعا انت تراعي الجسم يكون فيه عامل ازاي، مش ترسمه مثلا رجل او حاجة، او جسم شخص بالغ. تمام، احنا رسمناه صغير قوي كده، فمعنى كده ان احنا الحاجات البعيدة هتكون اصغر يعني. ممكن ترسم اطفال بتلعب كورة، او ممكن نرسم مرجيحة مثلا، اديكم الفكرة بس مش اكتر يعني. اهي مثلا اللي هي بتكون مثلا بالشكل ده، ومتعلق منها الحبل والنازل كده والجزء ده، ونحط طفل هنا ماسك كده في الجزء ده، وماسك في الجزء ده، ومطلع رجليه طبعا ايه قاعد بيتمرجح هنا. طيب ممكن احنا نعمله ده بخط تخين شوية او حاجة. نرسم ايه تاني؟ شجرتين هنا، ممكن نعمل شجرة كمان بعيدة تكون حجمها أصغر، هتبان أوي إن هي بعيدة، في فرق. في ناس بقى صغنونة كده، ممكن احنا نرسمها ايه في الآخر، ده انتوا عايزين اللي هو ايه تزودوا أشخاص يعني أو حاجة، بس تظبطوا الرسمة وتطلع معاكم حلو. ممكن نرسم أطفال بتلعب كورة، نقربهم من هنا كده شوية. المشكلة في رسم الأطفال والكبار بيقربوا من بعض يعني، حاجة بسيطة. من رأيي مثلا نعمل دي كده وبيلعب بالكورة، تمام، ومعاه حد تاني واقف هنا. اتنين مثلا بيلعبوا كورة، تمام. ممكن نعمل ايه تاني؟ الارضية طبعا لونها اخضر، دي هتاخد معاك في المساحة كتير جدا جدا يعني. لا هو ده تعبير، تعبير حر، مش هنلونه. هنعملها برضو اللي هي ايه، ارضية مثلا نلونها كده زي تظليل. تمام، المرجح طبعا في جزء هنا بيكون له بيمسكها شوية. طيب ممكن نحط ايه تاني يعني؟ حاولوا تبتكروا او تفكروا معايا وانتوا مثلا ايه يعني بتعملوا حاجة زي كده. ممكن نرسم شخص هنا او بنت، نعمل لها شعر طبعا بيفرق، وهي عاملة ايديها كده وبتلعب اللي هي البتاع اللي هي بتكون دايرة دي، ويحركوها بتفضل ان هي تلف حواليهم كده. اهي تمام، شايفين بترسموا اشخاص وترسموا يعني المشهد ظهر قدامكم يعني. فممكن تعمل، انا عامله بدرجات خفيفة، انتوا لما تقلوا عن كده هيكون حاجة افضل يعني بكتير. فاعتقد يعني فكرة مثلا، خد بقى من كل حاجة من دي وابدأ ان انت ترسم زيها. ممكن ترسم اطفال تاني بتلعب يعني، دي بتلعب كرة قدم، في مثلا طفلة، ماشي خلينا في طفلة هنا، ورفع ايدي مثلا لفوق كده، ومسك بالونة وتلونها مثلا بلون مختلف. الأم مثلا قاعدة هنا،
اسهل حاجه تعملوها ان انتوا تلبسوها عباية. ليه قاعده ومحترمه خالص اهي. نظبط التظليل بتاعه ونلبسها كمان طرحه، هتسهل علينا شويه. طيب نحط لها شنطه جنبها، الشنطه بتاعتها. ممكن نعمل ايه تاني؟ اعتقد والله تفاصيلها كده كويسه يعني. طيب تصميم عن البيئه، خلينا كده وانتوا تبداوا تزودوا فيها اشكال، احنا رسمنا اشكال كبير كتير قوي عن المنظور الحر. طيب تصميم عن البيئه، ممكن ايه اللي ممكن نرسمه عنها؟ قلت كره القدم. لا اعتقد في فكره افضل وكانت موجوده برضو، كنت شايف صور ليها. كره الكره الارضيه، تمام. نرسم فيها مثلا الشكل اللي هو بتاع افريقيا مثلا من تحت، و اسمها ايه، امريكا والقارة الجنوبية، وطالع منها شجر. دي بتدل، ولونها اخضر طبعا، لونها اخضر بتدل على البيئة اللي هي الكويسة، اللي هو لونها اخضر يعني او حاجة زي كده، تمام. اخضر، بني، ازرق، اصفر غالبا يعني، ابيض. الخلفية لونها ازرق. ممكن نعمل حافظه على يعني، قال لك اكتب كلمة من عندك يعني، او ممكن انت تكتب ايه، اي حاجة عن البيئة. حافظه على البيئة، حافظه على البيئة، بتملى بيها ايه الجزء اللي ناقص مثلا يعني. ممكن دي لو عملتها تحت اكتب الكلمة فوق، وتكبرها وترسموها بخط كبير، ويعني ايه وصل لكم نفس الفكرة. تكبروا دي تعملوها بخط كبير وتلونوها لون يمشي مع الخلفية، ودي الالوان بتاعت دي تمشي مع الخلفية. ممكن نعملها لون ازرق، لون اخضر، لون ممكن دي لون اصفر، هتكون حلوة جدا برضو. ولو لون سماوي اللي هو اللون الازرق الفاتح، هيكون فكرة حلوة، بحيث ان هو الكوكب وكده كده في السماء. بلاش لون غامق عشان ما تغمقهاش. لون احمر يمشي مع الازرق، او احمر مع الاصفر، الاثنين هيمشوا مع بعض حلو قوي. الاصفر هيمشي مع الاخضر برضو كويس، وهيمشي مع الازرق، فاعتقد لون اصفر هيكون حلو. فانت تبدأ ان انت تلونها عليه على الحاجة دي بس، وترسم تظبط الشجرة اكتر بقى يعني، ايه زي ما انت تحب تحط فيها، تحط شجرة تالتة هنا، تحط مثلا وردة يعني. اعتقد دي فكرة جاية في دماغي. ممكن ترسم كرة الكرة الارضية كلها كاملة، هتكون كويسة، وتكتب حافظوا على نظافة الكوكب، او كوكبنا، او وطن آمل. ترسم الوطن او يعني حاجة عن البيئة. ممكن ترسم شارع نظيف مثلا، او ناس بتنظفه، او حاجة زي كده، هتكون فكرة كويسة برضو. فاعتقد دي الحاجات الصراحة اللي جت في دماغي لحد دلوقتي، فممكن تطبقوا عليها. وفي افكار كتير طبعا يعني، ما رسمتش الشكل ده، هفكر في اشكال تاني كتير يعني، بس بديكم الفكرة كلها ان انتوا ازاي تبحثوا على الحاجات دي كلها. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. هسيب لكم رابط جروب الواتساب في اول كومنت مثبت على الفيديو ده، ادخلوا عليه سواء بقى دلوقتي او السنة الجاية. ولو عندكم اي اسئله اكتبوها طبعا، او ابعتوا لي على الواتساب. ونسيت اكتب لكم رقم المره دي الصراحه، بس الصراحه يعني كلكم بتبعتوا عدد كبير جدا جدا جدا. فان انا برد متاخر بسبب ان انا مثلا ايه يعني، في ممكن في النص ساعه او حاجه يجي مثلا 50 شخص، انا مش هلحق ان انا اقرا الرسائل اصلا لوحدها، او ان انا ارد عليها. وكمان احنا في الاجازه بتكون فتره كورسات كلها، سواء في اختبار الكورسات بتاع اختبار القدرات لو انتوا حابين تاخدوها، او كورسات البورتريه برضو. ف يعني الرد بيكون بصعوبه شويه، فاعذروني لو انا اتاخرت مثلا في الرد او حاجه، تمام. ما عدا الناس اللي بتقول لنا ان هي صفحه عندها امتحان، بحاول اضغط معاها شويه او ادوس معاها شويه، بحيث الموضوع اتسهل عليها، او ان هو كده الامتحان صباح عندهم الصبح يعني، فبحاول ان انا اساعدهم. فاعذروني في الجزئية دي لو اتأخرت مثلا عن كل ده، والسلام عليكم.